الاتحاد الأوروبي يوحد كلمته بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، عقوبات هدفها هذه المرة تحديدا حرمان موسكو من عائداتها النفطية في إطار خطة أوروبية للتخلص التدريجي من الاعتماد على النفط الروسي. فبعد خلافات وتباين في وجهات النظر بين قادة التكتل خلال قمتهم في بروكسل، اتفق القادة الأوروبيين بالإجماع على حظر صادرات النفط الروسي إلى أوروبا وخفض الواردات بأكثر من الثلثين. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال إن هذا الخفض سيطبق بحلول نهاية العام، واعتبر أن هذه العقوبات ستحرم روسيا من مصدر تمويل ضخم في إطار الضغط عليها لوقف حربها ضد جارتها أوكرانيا. لقد قررنا اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الرد على موسكو والتأكد من أننا سنؤمن تدفق الواردات النفطية. هذا عنصر مهم للغاية يجب أن نأخذه في الاعتبار. قررنا من جهة أن نكون واضحين في معاقبة روسيا، ومن جهة أخرى من المهم مراعاة أمن تدفق الواردات. وإلى جانب العقوبات النفطية، قرر الاتحاد الأوروبي منع مصرف سبير بانك أكبر بنك روسي من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية. كما شملت العقوبات الأوروبية حظر 3 محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة. بالمقابل، قرر قادة الاتحاد خلال القمة منح 9 مليارات يورو للحكومة الأوكرانية لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة المالية من أجل إبقاء اقتصادها قائماً. ويرى مراقبون أن هذه العقوبات ضد موسكو بمثابة سيف ذي حدين، على اعتبار أنها ستلحق الأذى بالاقتصاد الروسي، لكنها في المقابل ستكون عالية التكلفة على الأوروبيين. ورغم الجولات المتعددة من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا تزال روسيا مستمرة دون أن تثنيها هذه العقوبات عن مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا.